بس البوست اللي جاي ده مرعب. البوست اللي جاي ده سيبك بقى من اللي فات كله، يعني خلاص راح، اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله. البوست اللي جاي ده لما بيقول لي عليه رئيس التحرير حقيقة مرعب مرعب مرعب. يعني ده بقى اللي انا عايز اقوله لك بقى. سيبك بقى من طارق عامر والامارات والاموال الساخنة واللوجستية، ده كله ده هبد فاضي بقى. وده ملو انت مالكش علاقة بيه، انت مالك يا عم 43 الف جنيه ديو لما يجي ساعة السداد. انما البوست اللي جاي ده انت، ده اللي جاية في مصر على ما يبدو، اسمع كده، اعلامية من ماسبيرو كتبت بوست عن انها راحت تشتري وجبة من بره والوجبة دي اتسرقت منها، شوية سمك اتسرقوا منها عين عينك في عز الظهر. اسمع كده نقنق معايا كده. نزلت اعمل مشوار الصبح وقلت اشتري اكلة سمك للغدا، اخترت السمك مشوي وسنجاري ورز وسلطات، دفعت وقعدت في الشارع ساعة استنى السمك وخلص، واخدته ووقفت اخد تاكسي دخلني الروضة، وفجأة لقيت واحد خطف من ايدي الكيس كله وقال لي الاكل ده يلزم ولادي، وجري بالفيسبا وفص ملح وداب. انا جات لي صدمة وما نطقتش بكلمة واتسمرت مكاني لانه كلام وجعني قوي، بس كنت عاوز اقول له ان فلوس الاكلة دي انا واخدها من المصروف الشخصي لابني، بشتكي الرئيس تحرير جريدة وطنية مرتبه 280 الف جنيه شهريا، قال لي معلش نستحمل شوية ونشيل بعض سنتين كمان لان مصر تستحق. عملت له بلوك على الواتساب. ده بقى الرعب. الست خدت مصروف ابنها الشهري وقالت هجيب بيه سمك، ساعة بتعمل سنجاري ومش عارف ايه، وهتدخل التاكسي عدى واحد بفيسبا لطش الشنطة وهو بيجري قال لها الاكلة دي تلزم ولادي. وبعدين بتحكي الرئيس التحرير قال لها 280 الف جنيه مرتبه، قال لها معلش نستحمل شوية. اللي هي وقفت صدمت فيه هي طبعا مؤكد زعلانة على اكلة يعني، لكن المشكلة ان الرعب في المشهد ده ان بقت السرقة عيني عينك كده، ان الراجل ده واضح ان هو رائمها. يعني زمان لما كنا نخش بنك زمان، فكان لما يبقى معاك مبلغ خارج بيه من البنك، ودي حصلت لي ومدير البنك طلع قال لي معلش قرب العربيه من الفرع بتاع البنك شويه لانه ممكن يبقى ناس جوه البنك راصدينك وانت خارج، فمعلش خلي العربيه، وقال للعسكري اللي بره البنك معلش هيقرب العربيه شويه كده، واول ما تطلع من البنك تنط في العربيه وتقفل وراك على طول وتقفل السنتر لوك. ودي حصلت لي، وانا حصلت لي تجربه، ومدير البنك طلع معايا وقفل الباب واطمن ان الباب مقفول، لان في ناس جوه كانت ترصدك وانت بتغير فلوس او بتعمل حاجه وياخدوها منك. دلوقتي واضح بقى ان ده الاكل الوجبه مش بقى فلوس في بنك، يعني واضح انه الوجبه انه انت الست واحد قاعد رصدها او ده محل سمك والناس بتشتري وعيني عينك. فواضح ان اللي قاعد بفيسبا ده صياد، يعني قاعد بقى له مده مستني الست او مستني اي زبون غير الست يعني، بس رايمهم مجموعه 3 4 5 كده بيشتروا. لو راجل ممكن يجي وراه، لو واحد عضلاته جامده شويه هيتعبه، لو مش عارف راجل عجوز ممكن الناس يعني تتدخل، يعني او يعني حظها الوحش ان هي خدت قبل اي حد او كانت فرصته افضل معاها. فراح جاري لطش الكيس وقال لها معلش يا مدام الاكله دي تلزم ولادي. الاكله دي الكيس ده يعني مش واحد سارق كيس عمياني كده، مش سارق شنطتها الشخصيه، ده سارق الكيس، ده معناه انه قاعد بقاله ساعتين ثلاثه اربعه لحد ما يرصد صيد يعرف يخطف منه الاكل. ودي تقول لك حجم الرعب اللي ممكن يخش فيه المصريين. كان زمان ده خوف على انك تخرج من بنك بفلوس، وجبه دلوقتي الوجبه يعني دلوقتي اللي شايل 2 كيلو لحمه او كيلو لحمه من عند الجزار يجيب معاه حراسه. وجبه
واصلا بقى الاساس ان الست مش قادره تقول له ده الاكل ده انا مش غنيه، ده الاكل ده من مصروف ابن الشهري. تخيلوا تخيلوا حال البلد واصل لفين، تخيلوا حال البلد واصل لفين، والناس المرتاحه قوي يقول لها معلش نصبر سنتين. سنتين؟ طب معلش انا هسيب المدام شويه. الراجل ده الوجبه الجايه على مين؟ يعني هو دلوقتي خد وجبه سمك لاولاده ويروح ياكل، دي مرعبه. الراجل بياكل حرام وهياكل عياله حرام، بس هو عادلها مع نفسه كده وماله، ما ربنا شايفني يعني اعمل ايه يعني. بقى هنا الدين بقى خلاص يعني راح، ما فيش دين بقى، ما فيش دين. دين ايه يعني؟ خلاص ما خلصت. واحد بياكل عياله حرام، وكلنا تربينا على كل لحم النبته من حرام فالنار اولى بيه، ومع ذلك الراجل خد عيال كله بقى انا والشفا وياكلوا الحمد لله يا رب الحمد لله. والله فين بقى الدين في القصه دي؟ راح. طيب الوجبه الثانيه بقى على مين؟ يعني الراجل ده بالليل او بكره الغداء بتاع بكره على مين؟ هيقف نفس الوقفه او في حته تانية ويصطاد زبونه تانية ربما اقل ظروفها الماديه اكتر فداحه وهكذا. الافدح من كده بقى ان في واحد هيشوف المنظر ده فحس انها حلوه اهي، طب ما طريقه حلوه، ليه انا اقعد اشتكي والطم واعمل واطلع مظاهرات؟ ما اسهل حاجه اعمل زي صلاح معامل، استلقط لي واحده كده ولا واحد، وخاصه الواحده عشان واحده مش هتعرف تجري ورايا، والفيسبا واستنى لحد ما الصيد يجي ويطيب ويحلو، اجي صايد الصيده وطالع معلم جبرت النهارده. وتنتشر بقى آفت ان اللي عايز ياكل وجعان لا يشتم في البلد ولا يشتم في السيسي ولا حاجه. خاصة انه معيار العد هنا بيبقى له حاجة تانية بقى، زي ايه؟ زي بالظبط كده هو يقول لك طب والموظف اللي بيسرق ده اللي بياخد رشوة ويفتح الدرج أقل مني في ايه؟ يعني ليه تعتب عليا ان انا سرقت كيس سمك من الست دي؟ بينما هو هيقول كده في نفسه يعني كتير من او الموظفين يعني بيفتح الدرج ياخد الفلوس طب ما هي حرام وده حرام ولا حرام علي انا بس؟ طيب تيجي بقى الموظف يقول لك ايه بقى اللي بيعمل كده اللي بيفتح الدرج؟ عايش ازاي يعني؟ حط نفسك مكاني، عايش ازاي؟ ما اعرفش اشتغل شغله ثانيه. وبعدين هم عارفين كده، الحكومه عارفه كده. ايوه لان يوسف بطرس غالي وهو وزير ماليه، وانا سمعت التصريح ده بودني وبعيني، قال بالظبط بتساله المذيعه هل تعلم ان في ناس بتاخد 400 جنيه في الشهر؟ راح قال لها بالظبط كده، في ناس بتاخد 400 جنيه لكن المصري بيعرف يقلب عيشه. انا جات لي صدمه ان وزير الماليه بيقول الناس بترتشي وكانه بيحلل الرشوه. في ناس بتعرف، في ناس بتعيش ب 400 جنيه، بس هو بيعيش ب 400 جنيه، المصري بيعرف يقلب عيشه. قلب عيشه يعني ايه؟ اتصرف بقى، الجيش بيقول لك اتصرف. انت مش عارف تشتغل حاجه ثانيه افتح الدرج وخد فلوس واعمل حاجات وبتاع. دي قافه المجتمع اللي انتوا واخدين فيه بقى، بدانا من رشوه الموظفين لحد سرقه بقى الاكل في الشوارع، وتبقى يعني منتشره في الحكايه دي انه الناس بتسرق اكل بعض في الشوارع لان المجاعه عماله تكتر. وزي ما قال رئيس التحرير بيقول النهارده يبدو ان احنا ظلمنا سنه 2018، كنا بنقول انها اسوأ سنه عدت على مصر، لا ده يبدو ان 2019 اللي جاي اسخم. فتخيل في 2019 هتبقى سرقه الاكل على نطاق واسع. طيب في التوقيت ده بقى رئيس التحرير بيقول لها اللي بياخد 280,000 جنيه معلش نصبر سنتين. ليه بقى رئيس التحرير بيقول كده؟ لانه مش هيتسرق عليه، مش هيقف ساعه عشان يعمل وجبه سمك ولا هتتسرق منه، ولو عايز ياكل سمك هياكله في المطعم اللي في العجم اللي كنا بنروحه ده، بس الواحد ذاكرته باظت لي كده. المطعم اللي في حاجه زي القلعه ده اسمه ايه؟ يعني في حته يعني، وكان له فرع في مصر على النيل في العجوزه. لا 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 له فرع في مصر برضه. يعني هياكله في احسن حته في مصر. ولا هيروح ولا يقف ساعه ولا سنجاري ولا القصه دي. تعمل له بقى حته صينيه حلوه كده في النص وسلطات وحاجات. 280,000 جنيه يا معلم. لا مش قدوره، انا بتكلم على حاجه ثانيه. يعني هياكله بقى هياكله. مش حاسس، مش هو بس. أنا عايز أقول للمدام الإعلامية اللي كتبت البوست ده اللي شلنا اسمها يعني عشان
ما تروحش في ابو نكله، ان مش بس هي، مش بس رئيس تحرير، رئيس مصلحه الضرائب امبارح طالع يقول لحضراتكم ان لعيبه الكوره ما بيدفعوش ضرائب. عرفتي بقى يا مدام ابو 280 الف ما بيدفعش ضرائب.